وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري سعودي بين شركات ألوبكو الصناعية وأوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار وسي دي إج المصرية، وذلك بشأن الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها. وتأتي أهمية هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية السعودية خلال الفترة الراهنة، وتعزيزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية. هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات نتيجة التضامن العربي العربي، والحقيقة بتعكس مدى اهتمام الدول العربية بالتعاون مع مصر. والهيئة العربية للتصنيع هي هيئة كل العرب. علاقة فيما بين المملكة العربية السعودية داخرة بالشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تغطي جميع قطاعات التعاون فيما بين البلدين، سواء كان في المجال الصناعي، التجاري، المجال الاقتصادي، المجال الصحي، مجال الطاقة ومجال النفط، في جميع المجالات بدون استثناء. وبدون شك أن أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية جديدة هذه تشكل لبنة في صرح العلاقات التاريخية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، العلاقات التي ارتقت إلى مستوى الاستراتيجي في عام 2016 إثر الزيارة التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر.